خير واهلا وسهلا بكل اصحابنا كل مشاهدينا وكل اصدقائنا. اليوم حلقه جديده من ابطال الكتاب. كيفك يا كارن اليوم؟ انا كثير منيحه يا الي، انت كيفك؟ انا كثير منيح. جاهزه للحلقه؟ اكيد كثير جاهزه، بس بدي اسالك سؤال قبل. قولي لي حزار، شو فيها هيدا الاحد؟ هيدا الاحد الشعنينه. صح، فانت حاضر للشعنينه؟ صحيح. شعنينه شو هي كارن؟ إلي بدك خبرك هلا ام لازم نذكر اصدقائنا بقوانين ابطال الكتاب؟ في كثير قصص ما نخبرهم اياها، بعدين نخبرهم شو معنات الشعنينه. طيب، لكن اصدقائنا اليوم رح نحكي اكيد على دخول يسوع الى اورشليم ولما كل الناس استقبلته بصعوف النخيل. نحن ما كنا عاطين اصدقائنا قراءه لانه هيدي الذكرى وهيدي الحادثه وهيدي القصه موجوده بكتار من الانجيل، يعني بمتى ومرقس ولوقا ويوحنا. فمشان هيك رح تكون اسئلتنا لك يا كارن اليوم عن هيدي القصه، فبدي اياك تكون مركزه منيح وتنتبهي لانجيل يوحنا واصحاح 12 مثل ما فاتحين انا وياك هلا. لكن يا الي مثل ما أنا وياك عاملين، كمان ما نقول لأصدقائنا ومشاهدينا إنه إذا بعد ما حطيتوا الكتاب المقدس قدامكم، في عندكم وقت تروحوا تجيبوا الكتاب المقدس، تفتحوا على إنجيل يوحنا على الإصحاح 12، لأنه مثل ما قال إلي كل الأسئلة رح تكون داخلة بقلب هيدا الإصحاح. صحيح، وبهالأسبوعين رح نكون عم نحكي عن قصة دخول الرب يسوع على أورشليم، وكمان عن صلب الرب يسوع وعن قيامته. نحن برنامجنا اسمه شو يا كارن؟ أبطال الكتاب. أبطال الكتاب، بس عطول منقول إنه كل الأبطال يلي موجودين بالكتاب المقدس هن تعلموا وهن كانوا تحت قيادة بطل واحد يلي هو الرب يسوع. يلي هو الرب يسوع. مشان هيك اليوم رح نتعلم من بطل الأبطال، مش أبطال الكتاب، لكن عن بطل الكتاب يلي هو الرب يسوع المسيح. ونحن بكل حلقة يا كارن نتعلم من بطل واحد يلي هو شخص الرب يسوع المسيح، ونتعلم كيف الشخصيات مثل إبراهيم وموسى وداود ودانيال، وأكيد كتير كتار ما بقدر عدهم هلأ، شو عملوا بحياتهم، كيف الرب استخدمهم وكان معهم. وهلأ يا إلي نحن قدمنا لهم لأصدقائنا مثل مثل صغير عن شو منعمل بأبطال الكتاب. يعني إلي كان عم بيسألنا أسئلة وأنا كنت عم بجاوبه، وأصدقائنا كنت عم بجاوبه صح لأنه بقرأ بالكتاب المقدس. فيلي علينا نعمله بأبطال الكتاب أهم شيء هو أنه نكون عم نقرأ بالكتاب المقدس. ونحن دايماً بكل حلقة، ما عدا مثل اليوم يلي هي حلقة كتير مميزة ولح تكون كتير حماسية، منقلكن من وين لازم نقرأ بالكتاب المقدس. يلي عليكن تعملوه هو أنه تتصلوا على الأرقام يلي عم بتبين على الشاشة، تختاروا رقم من 1 لـ20، وإلي وأنا رح نكون عم نسألكم سؤال، وأكيد أصدقائنا يعني مثل ما تعودنا عليكم رح تكونوا عم تجاوبوا صح. أكيد يا كارن، وساعتها لما تجاوبوا صح كل هالأسماء بينحطوا بالبوكال تبع الجائزة الأسبوعية. نحن عنا جائزتين، جائزة أسبوعية وجائزة شهرية، وأنا هلأ يا كارن مش قادر ننطر وبدي أشوف شو هن جوائزنا. لكل الفائزين معنا بأبطال الكتاب جوائز أسبوعية عديدة بانتظاركم: ديجيتال ريموت هليكوبتر، ميني تابلت أندرويد، MP3 بلاير و MP5. أما الجائزة الكبرى لهالشهر فهي كاميرا فورية. وفي حال كان البونس من نصيب حدا منكم، فجوائزنا لكم هي طابت فوتبول، راكات ستاتيك ساينس، مجموعة الشطرنج. لكن أصدقائنا هول هن جوائزنا لهيدا الشهر. يعني أنا لما شفت الجوائز هيك كتير تحمست لحتى أتركك هلأ بالحلقة وأطلع أنا أتصل، بس ما في لا تاخد الجوائز يا كارن. أنت كل مرة بتقولي لي هيك، وكل مرة بعرف أنه كارن ما بتحب هي تاخد جوائز. أنا بقول إذا أنت أخذت جائزة بتقدميها لحدا من أصدقائنا 100%، خاصة إذا أخذت يا ألي طابة الفوتبول، أكيد حقدمها لحدا بحب يلعب كتير فوتبول، أو بتقدميها لحدا ممكن تلعبي أنت وياه فوتبول 100%. وإلي كمان ما نذكر أصدقائنا ومشاهدينا بصفحتنا على الفيسبوك يلي اسمها بايبل هيروز أو أبطال الكتاب. بهيدي الصفحة يا ألي نحن مننزل سؤال،
وهيك أصدقائنا إذا جاوبتوا نحن رح يكون في سحب على رابح واحد، وهذا الشخص رح يكون عم بزيد فرص ربحه غير الجائزة الأسبوعية والجائزة الشهرية في جائزة الفيسبوك. وكمان أوقات منحط آيات، يعني إذا فتوا عملتوا لايك لهيدي الصفحة وشي نهار وعيتوا الصبح رح تبين عندكم هيدي الصفحة على الفيسبوك، تكون حاطين آية وهيدي الآية حتلمسكم ورح تكون يعني من أحلى القصص يا إلي. أنا أفتح تليفوني أول شي شوف شو آية عليه. آية شو هي الآية؟ بتكون هي آية من كلمة الرب، يعني كأنه الرب كل يوم بريد يكلمنا شيء. مثل ما نحن بنحب نحكي مع أهلنا، نحكي مع أصحابنا، أكيد الرب بحب أنه يحكينا، وكتير مهم يا كارن أنه يحكينا كل يوم شيء جديد، صح؟ فكتير مهم لما نقعد أصدقائنا نحن والرب. شو يعني نقعد نحن والرب؟ يعني لما نفوت على أوضتنا ونرجع ونغمض عيوننا ونصلي، نكون أول شيء عم نحكي الرب وعم نقول له نحن شو بدنا نخبره أو شو بدنا نطلب منه، بنفس الوقت نسمع هو شو بده يقلنا من خلال كلمته. أمين يا إلي. وأكيد لنقدر نسمع من خلال كلمته نحن لازم يكون عنا كتاب مقدس عم نقرأ فيه كل يوم. بتعرف يا إلي في شيء سألتني إياه خميس الماضي، سألتني سؤال إنه شي مرة قريت إنجيل بكامله بنهار واحد؟ صح. يعني كأنه مثلا إنجيل متى قريته بنهار واحد؟ هيدا السؤال خلاني كتير فكر. أوكي. لأنه قلت لك أنه أنا لا ولا مرة، يمكن بقسمه قسمين، اليوم نص وبكرة نص. صح. فمن يومين هيك تذكرت هيدا السؤال وقررت أنه أنا بدي أقرأ وقت قريت إنجيل مرقس، أوكي، بدي أقرأ كله بذات النهار. كثير حلو يا كارن. في اتصال؟ في اتصال، بس اكيد بدك تخبريني شو تعلمتي من هاي القراءة. الو 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 شوقي، مساء الخير. مساء الخير، كيفك اليوم؟ منيح. كيف كان نهارك بالمدرسة؟ منيح. شوقي عم تيم تاخذوا فرصة العيد؟ تنان وطلوع. تنان وطلوع، من قد ايه لقد ايه رح تكون الفرصة؟ من التنان للأربعة. من التنان للأربعة، واو، يعني مع الويك أند بيكون صارت فرصة كتير طويلة. عندك شي حابب تعملها بهيدي الفرصة؟ نعم. شو بدك تعمل؟ شو أكتر شي حابب تعمله؟ العب. أوكي يا شوقي. طيب هلأ جاهز لحتى تشارك معنا؟ نعم. يلا بديك تختار رقم من الأرقام 1 لـ20. نعم. 1. 1. وأنا حأسألك سؤال يا شوقي، السؤال بيقول ما هو آخر عيد احتفل به يسوع قبل صلبه؟ عيد الفصح، عيد ميلاده، عيد رأس السنة، أو عيد الشجرة؟ وبلش عيد الفصح. عيد الفصح، وهيدي منشوفها يا شوقي بأول آية بإنجيل يوحنا أصحاح 12، واسمك يا شوقي هو أول اسم اليوم بينزل معنا بالبقال، خليك عم تتابعنا لآخر الحلقة. فيا إلي كنت عم خبرك انه قررت اقرا انجيل مرقس كله على ذات القعده. اوكي. بتعرف اول ما هيك اخذت هيدا القرار وفتحت الكتاب المقدس بلشت انعس وبلشت هيك افكر انه خلص خليني مثلا قوم اكل ام قوم اعمل شيء ثاني، بس لا، قررت انه سكرت باب اوضتي وقلت انه مش حقوم وخلص، عم سكر الكتاب المقدس قبل ما اخلص انجيل مرقس. حلو. فبلشت اقرا يا إلي، وانا وعم بقرا صرت احس بالفرح وصرت احس انه عن جد عم بتعرف على يسوع، عم بتعرف على الاحداث يلي قطع فيها يسوع بدون ما اكون عم بنسى ام عم برجع اقرا. وخلصت يا إلي انجيل مرقس، وبعد ما سكرت الكتاب المقدس كنت حاسه بفرح وبسلام وبراحه، وصليت وقلت بشكرك يا رب لاجل إلي. لا هلا يا إلي حقول بشكرك يا رب من اجل إلي. كارن بدي اياكي ترجعي كمان تخبريني شو اكثر شيء تعلمتيه من هيدي الطريقه بالقراءه. وهلا رح ناخذ اتصال جديد من صديقتنا هبه من مصر. الو الو هبه، مساء الخير. مساء النور، ازيك؟ الحمد لله كويسه. كويسه. هبه قد ايه عمرك؟ 17 سنة. وبتقري كل يوم بالكتاب المقدس؟ طب شو احلى حادثه حبيتيها بالكتاب المقدس او قصه؟ كله ان ربنا بيحبنا. كل قصه بتخبرنا وبتفرجينا محبه الرب تجاهنا يعني. كثير حلو يا هبه. وهلا جاهزه لحتى تشاركي معنا؟ يلا بدي اياكي تختاري رقم يا هبه من 1 من 2 لـ20. 9. والسؤال رقم 9 يا هبه بيقول
مسحت مريم الطيب عن قدمي يسوع ب بدك تقولي لي بماذا مسحت مريم طيب عن قدمي يسوع؟ بمنشفة شعرها؟ بشعرها. الاحتمال الثاني يا هبة من دون ما نمشي لها الوقت، هبة عطتنا الإجابة الصحيحة دغري لأنه هبة عم تقرأ على طول بالكتاب المقدس. برافو يا هبة، واسمك أكيد نزل بالبوكال لآخر الحلقة. بتعرف يا قليل في شغلتين تعلمتها. أول شيء أنا وعم بقرأ في محل معين لاحظت إنه أنا عم بقرأ بس لأنه بدي أقرأ. أوكي. أوكي، فهون شو يعني أقرأ بس لأنه بدي أقرأ؟ يعني عم مثل قلب الصفحة بس لأقرأ قصة وخلص. أوكي. فهون صرت انتبه، صرت وقف، بعدين أرجع عيد القصة يلي كنت عم بقريها يلي يمكن ما انتبهت على الأحداث فيها. وتاني شيء تعلمته يا إلي هو إنه لما ركزت على القراية وهيك في آيات كنت وقف عليهم وقال له يا رب علمني اياهم بدي اعيشهم، هول منهم موجودين بحياتي، ناقصيني بحياتي. فبتعرف لما خلصت من القرايه حسيت انه في شيء اختلف جواتي. حلو. يعني يا كارين في كثير طرق اذا بدنا نستنتج ونتعلم شيء من هذه الطريقه، هو انه في كثير طرق فينا نقرا فيها الكتاب المقدس اصدقائنا، فينا نقرا الكتاب المقدس كل يوم مثلا قصه، أو كل يوم إصحاح أو عدد إصحاحات، فينا نقرأ كل يوم مثلاً مثل ما عملت كارم، مش كل يوم كل يوم أكيد، بس فينا ناخد قراءة كتير طويلة. شو منستفيد بهالشغلة؟ إنه منصير قبل يا ألي ما نقول شو منستفيد كمان احفظ الفكرة، بس في عنا اتصال. ألو؟ ألو؟ هاي يارا. هاي، كيفك؟ منيحة. يارا أنت حاطة هلأ الكتاب المقدس قدامك؟ شو؟ أنت حاطة هلأ الكتاب المقدس قدامك؟ يعني فاتحة الكتاب المقدس على إنجيل يوحنا؟ نعم. أوكي، يعني حاضرة أنك تختاري رقم من 2 ل 20 وتكوني عم بتجاوبي صح. أنا بقول أكيد يارا جاهزة. يلا يا يارا بدي إياك تنقي رقم، تختاري رقم 8. والسؤال يا يارا رقم 8 بيقول كم كان يقدر ثمن الطيب الذي دهن يسوع به؟ 300 دينار، 200 دينار، 100 دينار أو 50 دينار؟ بلش وقتك. شو رأيك يا يارا؟ أنا بعرف يا كارين إن هيدا الطيب كان ثمين جداً. ما اسمانه؟ 300. يعني الاحتمال الأول يلي هو أعلى رقم بين الاحتمالات، 300 دينار يا يارا هو الجواب الصح، لأنه هيدا الطيب هلأ كارين خبرتني قبل الحلقة قديه يعني بساوي. كارين هي مريم نعرف أنه قدمت طيب كتير غالي وحطته عند إجرين الرب يسوع ودهنت إجري فيها. أوكي؟ قديه إذا بدنا نقيس سعره بأيامنا هلأ قديه بيطلع سعره؟ هو سعره يا قليل، لنقول أنا من هلأ للسنة عم بشتغل وعم بجمع كل معاشي، يعني ما عم بصرف شيء، المعاش هو يلي بقبضه من الشغل، ما عم بصرف شيء منه من هلأ للسنة، هلقد حقه كان الطيب. واو. يعني أجرة عامل لسنة كاملة؟ صح. وإذا ما نفسر شو الطيب يا قليل، الطيب هو هلأ هو مثل رائحة عطر كتير 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 حلوة. ومريم من عظمة وكثرة محبتها للرب يسوع كانت مستعدة انه تقدمه عند اجرين الرب يسوع وما كانت ندمانة ابدا. صح. هلأ معنا اتصال جديد من صديقنا ستيفن. الو. الو. مساء الخير يا ستيفن. بونسوار. مساء الخير. كيفك؟ منيح. ستيفن ذكرنا قد ايه عمرك؟ الو. الو الو عم تسمعني؟ منيح. اوكي. ستة. ستيفن بدي اطلب منك تسمعني من التليفون مباشرة مش من التلفزيون لحتى اكون عم بسمعك بوضوح وانت كمان تكون عم تسمعني. اوكي يا ستيفن، وهلا انت حاضر انك تختار رقم؟ من 2 ل 20. شو يا ستيفن؟ 20. 20. والسؤال رقم 20 يا ستيفن بيقول قال يسوع
إن الصوت من السماء كان من أجله. هذه موجودة كمان بإصحاح 12 من إنجيل يوحنا، لما إجا صوت من السماء يعني من الآب السماوي وقال مجدته وأمجده أيضا. هل هذا الصوت قال يسوع أنه كان من أجله لإله؟ نعم أم كلا؟ وبلش وقتك. نعم. فكر منيح يا ستيفن، يعني هل الله قال هيدا الصوت وكل الناس سمعت كان كرمال؟ لا كلا. كلا. يعني ما كان هالصوت كرمال يسوع. اوكي يا ستيفن، واسمك نزل بالبوكال لاخر الحلقه، خليك عم تجمع تبعنا. هيدا الصوت كان من اجل الجمعية، كان مثل الشهاده انه الرب يسوع هو مسيح الله، مشان هيك كان هيدا الصوت من السماء لحتى كل الناس تعرف وتامن بالرب يسوع. وهلا معنا اتصال جديد. الو الو، هاي جورج. هاي، كيفك؟ منيح تقتلكم. ونحن كمان يا جورج، طولت الغيب علينا. ايه اوكي، كان عندك درس كتير؟ لا. اوكي طيب، اكيد كنت عم تقرا بالكتاب المقدس حتى لو ما كنت عم تتصل فينا، صح؟ صح. برافو يا جورج. طيب تختار هلا رقم؟ وكمان وقت ما نروح على الفرسان كمان بناخد كتاب المقدس. واو كتير حلو يا جورج. أنا لما كنت بعمرك كمان كان الكتاب المقدس يكون على طول معي، على طول أخده معي على الكنيسة لما أكون بين رفقاتي. فهيدي شغلة كتير حلوة يا جورج، أنا بشجعك عليها. يلا بدي إياك هلا تختار رقم من رقم 2 لرقم 19 من عدد الأرقام اللي لونهم أحمر. 2. والسؤال رقم 2 بيقول: ما اسم المدينة التي توجه إليها يسوع قبل الفصح بستة أيام؟ بيت رانيا، بيت عنيا، بيت دنيا، أو بيت ميرنا؟ وبلش وقتك. شو رأيك يا جورج؟ شو كان اسم المدينة يلي توجه إلى الرب يسوع قبل الفصح بست أيام؟ إذا إنجيل يوحنا حدك، إذا الإنجيل حدك افتح على يوحنا 12 ودغري بتبين الإجابة يا جورج. يعني جورج أنا حساعدك، هي أكيد أكيد منا بيت رانيا. طيب رح أطلب إنه نوقف الوقت. بيت رانيا. أوكي جورج. بيت رانيا. بيت عنيا. رانيا. لا هي أوكي هي خلينا نرجع نشوف. لا أول وحدة. أوكي هي كانت عم تقول لك كارن ساعدتك بهاي الشغلة يا جورج وقلت لك إنه مش بيت رانيا. فكر منيح، هن الأسامي من قبل كانوا مش مثل الأسامي هلا يا جورج. يعني هيك اسم يمكن كتير قديم، يمكن ولا مرة سمعين فيه. بيت عنيا. بيت عنيا. بيت عنيا. يعني الاحتمال الثاني. وجوابك جواب صح يا جورج. وهلا اسمك لح ينزل اكيد بالبوكال لاخر الحلقه، خليك عم تتابعنا. اللي بتعرف انا كثير حابه انه نبلش بشو عملت مريم، بس قبل انت كنت عم تخبرنا انه في كذا فايده بنستفيد منها لما نكون عم نقرا يمكن بالكتاب المقدس كله فرد. صح. مره او باصحاح، وانا قلت لك انه ما تكمل هلا لانه عندنا اتصال. وانا واثق يا كارن مثل ما قلت لما جيت بدك تقري مثلا انجيل كامل، ويمكن اصدقائنا يقولوا انه ما بدهم يقروا انجيل كامل بس بدهم يقروا لوقت طويل، يمكن تكون هيدي الشغله صعبه، بس هاي الشغله اللي كنت عم نقوله انه بنستفيد منها انه بنصير قادرين نربط الاحداث ببعضها، يعني بنصير نعرف مثلا انه لما الرب يسوع عمل هيك هو لانه قبل بمحل صار هيك، فبنقدر كمان نتعلم دروس زياده من كلمه الرب يا كارن. صح. معنا اتصال؟ لا يا إلي. فكرتك عم تسجلي رقم. لا بس تعرف في كشمان شغلة تذكرت قلن إياها لأصدقائنا، هو شيء كتير مهم نحنا منذكرهم فيه اللي هو رقمنا على الواتساب. صح.
يلي هو أصدقائنا رقم ما فيكم تتصلوا عليه، فيكم بس تبعتوا رسائل ونحن بقلب الحلقة إذا كان عنا وقت رح نكون عم نقرأ الرسائل يلي بعتولنا إياها. فيكم تسألوا حيالا سؤال، يمكن مش عم تقدروا تتصلوا على أبطال الكتاب، فيكم تكونوا عم تتواصلوا معنا من خلال هيدا الرقم. أكيد يا كارم، لكن كنت عم تقولي لي حابة إنه نبلش بإصحاح 12 من إنجيل يوحنا. صح. يلا يا كارم. طيب مثل ما كنا هلأ قرينا بالسؤال إنه يسوع قبل الفصح بست أيام، هيدا منقريه بإنجيل يوحنا بأول إصحاح دغري، راح على بيت عنيا وكان قاعد وكان في عالم وكمان كان في تلميذ من تلاميذه، فهن وقاعدين تجي مريم لعندهم. بتتذكر مريم كانت أخت مين؟ مريم كانت أختها لمرتا. صح، ومرتا ومريم كانوا إخوات مين؟ كانوا إخوات لعازر. طيب لعازر كتير مهم، صار معه شيء كتير مهم بالكتاب المقدس. لعازر يا كارن كان مريض والرب يسوع ما راح لعنده، فلعازر مات والرب يسوع بالنسبة للناس تأخر 4 أيام، أوكي؟ وأكتر لأنه هو قبل ما يموت أكيد كان مريض كتير، فالرب يسوع لما راح على بيت عنيا أقام لعازر من الموت. وهيدي الشغلة بيقول الكتاب المقدس وحتى بهذا الإصحاح إنه في كتير من الجموع وكتير من الناس كانوا عم يجوا وعم يسمعوا عن لعازر ويجوا ويشوفوا لعازر وكانوا عم يؤمنوا بالرب يسوع لأنه شافوا إنه لعازر قام من الموت على إيده. أمين يا ألي. لكن بقلب هيدا البيت كان عنا لعازر، كان عنا مريم ومارتا، ومارتا كانت كل الوقت عم تخدمه ليسوع، أوكي، وعم تهتم بالاحتياجات الموجودة بالبيت. فبتيجي مريم وبتقعد عند إجرين يسوع وبتجيب القارورة يلي هي مثل أنينة يلي كان فيها الطيب، وبتكسرها وبتدهن إجرين يسوع بهيدا الطيب. بتعرف يا إلي شو عمل التلميذ يلي كان قاعد حد يسوع لما شاف مريم شو عملت؟ يلي هو يهوذا إسخريوطي. كارن خلينا نوقف هون بس شوي صغيرة لأنه معنا اتصال من صديقنا جورج داو، بنرجع منكمل. أكيد. ألو؟ 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 بركي إلي رد إذا أنا بقول له ألو. ألو؟ جورج عم تسمعنا؟ الو. ايه جورج عم تسمعنا؟ نعم. اوكي كيفك؟ منيح. منيح جورج، قد ايه عمرك؟ يمكن يعني شوي ضعيف. منيح. اوكي جورج، لانه الاتصال يمكن شوي ضعيف بدي اطلب منك دغري نروح على السؤال وتختار رقم من الارقام اللي قدامك على الشاشه يا جورج. من 3 ل 19. كمان يا جورج إذا فيك تسمعنا من التلفزيون. مش من التلفزيون. 12. والسؤال رقم 12 يا جورج بيقول كيف دخل يسوع إلى أورشليم؟ على قدميه، على حصان، على جمل أو على حمار؟ فكر منيح يا جورج وبلش وقتك. على حمار. على حمار. على حمار. والاحتمال الرابع هو الجواب الصح يا جورج، برافو، واسمك اكيد نزل بالبوكال لاخر الحلقه، خليك عم تتابعنا. لكن يا اليك عم تقول انه التلميذ كان اسمه يهوذا. صح. اوكي واكيد حنقول مين يهوذا، بس لما يهوذا شاف مريم سكبت الطيب عند اجرين يسوع طلع فيها وقال انه ليه عملت هيك، انه هيدا الطيب كان فينا نحن نبيعه، لانه مثل ما قلنا اصدقائنا انه الطيب كان حقه كثير غالي، فاذا كان بينباع يا هو ده بيقول انه كان فينا نساعد كثير من الفقراء. في اتصال؟ بدي اسالك انا ليش قال هيك يهوذا؟ فكري منيح وجاوبيني بعد اتصال لاتيسيا. الو؟ الو لاتيسيا، مساء الخير. مساء النور. كيفك اليوم؟ منيحه. نحن يا لاتيسيا بنفرح بكل مره بتتصلي فينا. اليوم نحن عم نقرا من انجيل يوحنا. اوكي؟ لا. بدي اطلب منك تعلي صوتك شوي صغيره لحتى اسمعك. اوكي. اوكي، اليوم عم نقرا عن دخول الرب يسوع على اورشليم. لا. وشو صار؟ اوكي، نحن لانه كنا قايلين انه اليوم رح نحكي عن دخول الرب يسوع على اورشليم، اخترنا هيدا الانجيل، هيدا الاصحاح من انجيل يوحنا لحتى نحط الاسئله منه. انت بتعرف القصه منيح؟ نعم. اوكي، بدي اياك لكان يا لاتيسيا تختاري رقم من الأرقام رح تكون قدامك على الشاشة. 15. 15.
والسؤال يا ليتيسيا بيقول من يحب نفسه يحفظها ومن يبغض نفسه يهلكها. هل قال هيك الرب يسوع او معقول يكون قالها بغير طريقة؟ نعم ام كلا؟ وبلش وقتك. شو رأيك؟ خطأ. كلا يعني؟ وجوابك يا ليتيسيا من يحب نفسه. اوكي انا هون بدي بس صلح شغلة صغيرة لحتى نشوف سؤال بالاذن يا كارن. السؤال كان من يحب نفسه يحفظها. ليتيسيا قالت خطأ، يمكن كان في خطأ صغير على الكمبيوتر لان الآية موجودة بعدد 25 والآية بتقول، رح أقرأها معكم أصدقائنا، من يحب نفسه يهلكها ومن يبغض نفسه في هذا العالم يحفظها إلى حياة أبدية. يعني كان قصد الرب يسوع أنه يلي بيبغض نفسه بهذا العالم، ما بحب الأشياء يلي هذا العالم بقدمها لحتى يرضي الرب ويخدم الرب، بيكون عم يحفظ نفسه لحياة أبدية. فليتيسيا صار في خطأ صغير على الكمبيوتر بس أنت جاوبت الجواب الصح واسمك رح ينزل بالبوكال لآخر الحلقة، خليك عم تابعينا. وهلأ معنا اتصال جديد يا علي. قبل ما خبرك ليا هو ده قال هيك وقت شاف شو عملت مريم. ألو؟ ألو؟ هاي ماريا. ايه أنا عم بسمعي، كيفك يا ماريا؟ ألو؟ اوكي يا ماريا، واضح انه الاتصال شوي ضعيف، فشو رايك هلا تختاري رقم كرمال تقدر تشاركي معنا؟ من 3 ل 19. 5. 5. والسؤال يا ماريا رقم 5 بيقول هل كان لعازر الذي اقامه يسوع من الموت موجود في بيت عنيا؟ يعني كان موجود بالبيت يلي كان فيه موجود يسوع؟ نعم أم كلا؟ فكري منيح يا ماريا وبلش وقتك. شو رأيك يا ماريا؟ هل كان لعازر خيون لمريم ولمرثا موجود ببيت عنيا؟ نعم. ماريا عطيتنا الجواب الصحيح، برافو يا ماريا، واسمك نزل معنا بالبوكال لآخر الحلقة، خليكي عم تتابعينا. بدي ارجع كارن مرة تانية، ارجع اذكر صديقتنا ليتيسيا يلي صار في خطأ صغير على الكمبيوتر، جاوبتي صح يا ليتيسيا واسمك نزل بالبوكال، فما تعتلي هام ابدا. اوكي علي، لكن كنت عم تسألني انه ليه هو ده قال في اتصال؟ ايمان حكيم عم تتصل فينا. الو؟ الو؟ هاي إيمان. هاي، كيفك؟ منيحة. عم تسمعيني؟ كيفك كارين؟ أنا كتير منيحة. كيف إلي؟ أنا كمان كتير منيح يا إيمان. إيمان قد إيه عمرك؟ 6. 6 سنين. وبتقري لوحدك بالكتاب المقدس ولا الماما بتساعدك أو حدا من إخواتك؟ لا ما فيني اقرا لحالي، ماما تساعدني. اوكي، لكن ما هنقول لها ميرسي كثير للماما لانه كل يوم بتقرا لنا، ما هيك؟ ايه. اوكي ايمان، نحن كثير فرحنا باتصالك اليوم، وهلا بدي اياك تختاري رقم من الارقام اللي قدامك على الشاشه. 6. وايمان بدنا نقول لك انا وإلي انه انت كثير 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 مهضومه. ميرسي. أي رقم رح تختاري؟ 6. 6. والسؤال رقم 6 بيقول ما هو اسم البيت الذي دهن فيه يسوع بالطيب؟ بيت سمعان الأعور، بيت سمعان الأعرج، بيت سمعان الأبرص، أو بيت سمعان الأقرع؟ وبلش وقتك. بس معاني الأبرص. الأبرص يعني الاحتمال الثالث. برافو يا إيمان،
أنا بدي أعترف إنه هذا السؤال منه كتير سهل، وإيمان دغري عطتنا الجواب الصح. برافو يا إيمان، اسمك نزل بالبوكال كمان لآخر الحلقة. ويا إلي قد ما كمان السؤال منه هين، أنا كتبت اسم سمعان الأبرس قدامي لحتى ضلني قادرة أتذكر شو اسم البيت. أوكي كتير منيح يا كارن إنه إيمان دغري عرفت تجاوب. وهلأ أنا اتصال جديد. ألو؟ ألو؟ هاي؟ هاي كيفك؟ منيحة. جايال مش هيك؟ نعم. أوكي جايال كيف كانت المدرسة؟ منيحة. فرحانة هيك إنه قربت الفرصة؟ أكيد. أوكي وعندك هيك مثل مخططات قررت تعمليها بهيدي الفرصة؟ بعد ما فكرت. أوكي يلا لكن فكري كتير منيح وكون عم تستفيد من كل نهار. أوكي طيب يا جايال هلأ بتختاري رقم؟ بس شو في أرقام مقطوعة كهرباء؟ في عندك 3 4 7 10 11 13 14 16 17 18 19 أربعة. أربعة. والسؤال يا جايال الرقم أربعة، بما انه هلا ما عندك كهرباء انا بدي بشرك لانه ما طلعت قدامك على الشاشه انه هيدا السؤال رح يكون بونس، ما رح نسالك ولا سؤال يا جيال، رح تربحي جايزه معنا. رح نشوف الفيديو شو هي الجايزه، خليكي معنا على الخط لحتى اقول لك شو هي جايزتك، خلينا نشوفها نحن وياكم اصدقائنا. مبروك، رقم البونس بخولكم تربحوا معنا طابه فوتبول. وبدي اقول لصديقتنا جايال انه ربحت معنا طابه فوتبول هديه بتقدر تلعب فيها هي ورفقاتها وحتى اخواتها. جايال اذا بحال هلا ما عم تسمعنا لانه ما عندهم كهرباء، اكيد اذا رجعت حضرت الحلقه على الاعاده رح ترجع تشوف وقت اتصلت فينا امتين وشو هي جايزتها. الف مبروك يا جايال. ومعنا اتصال جديد. الو. الو. هاي نديم. هاي كارين. كيفك؟ الحمد لله، وانت كيفك؟ أنا كتير منيحة يا ناردين وكتير اشتقنا لك. وأنا كمان كتير اشتقت لكم. أوكي يا ناردين، كنت عم تقرب الكتاب المقدس؟ إيه. ما سمعت. كانت عم تقول ناردين إيه بس صوتها شوي واطي. ناردين نحن اشتقنا لك كتير. وأنا كمان اشتقت لكم كتير. ناردين عم تقري معنا هلأ من إنجيل يوحنا؟ فتحت إيه؟ الكتاب المقدس على هذا الإصحاح؟ ايه. اوكي بدي اياكي لكان تختاري رقم من الارقام اللي قدامك على الشاشه يا ناردين. رقم سبعه. رقم سبعه. والسؤال رقم سبعه بيقول ما هو اسم المراه التي دهنت يسوع بالطيب؟ ميرو، ميرنا، ماريا او مريم؟ مريم. اكيد يا ناردين جوابك هو جواب صح. حتى قبل ما يبلش الوقت ناردين جاوبت، وهلأ اسمك يا ناردين رح ينزل بقلب البوكال. طيب يا قلي، لكن كنت عم بقلك انه يهوذا وقت شاف مريم شو عملت انزعج منه. ليه؟ يهوذا كان هو مسؤول عن الصندوق. اي أوكي. صندوق؟ هذا الصندوق كان مخصص انه يحطوا فيه المصاري، اوكي، ويجمعوا المصاري فيه. صحيح. فهو كان مسؤول عنه، يعني هو كان يضلوا مع هذا الصندوق وكان يعرف قد ايه بفوت عليه مصاري. صح. بقى وهيدي الاموال، بس لحتى نفسر لاصدقائنا ليش كان في حدا من التلاميذ معه صندوق، لانه كان الرب يسوع والتلاميذ كلهم كانوا يسافروا ويمشوا من مدينه لمدينه ومن منطقه لمنطقه ومن ضيعه لضيعه، واكيد كانوا يحتاجوا لاكل وشرب وهالاشياء كلها، فكان حدا عنده الصندوق يلي هن اذا بدك كانوا اشخاص يمكن يتبرعوا او اشخاص معهم مصاري يقدروا يحطون بهذا الصندوق لحتى الرسل والتلاميذ يقدروا ياكلوا ويشربوا من خلال مسيرتهم من منطقه لمنطقه. صح. وكان يهوذا مسؤول عن هذا الصندوق، بس للأسف يا إلي يهوذا كان ياخذ مصاري من هذا الصندوق بدون ما حدا يعرف. شو قصدك يا كارن إنه كان ياخذ مصاري؟ يعني يا إلي هلا إذا أنت أعطيتني هذا البوكال وأنا بدون ما أنت تطلع وأصدقائنا يكونوا عم بيشوفوا، أنا بقيم منه وراء، شو بكون عم بعمل؟ يعني كان عم يسرق من الصندوق، وهذا الشيء اللي بيقوله انجيل يوحنا لانه كان سارقا. معنا اتصال جديد من بول عبود صديقنا. الو. الو. مساء الخير يا بول. مساء النور. كيفك اليوم؟ منيح. بول امتين رح تاخذ فرصه العيد؟ نعم. امتين رح تاخذ فرصه العيد؟
أنا بقول الخميس مساء. جمعة الجاي. جمعة الجاي، عندك شيء حابب تعمله كثير بهذه الفرصة؟ إيه. شو أكثر شيء حابب تعمله يا بول؟ أقرأ بالإنجيل. واو. يعني يا ريت كلنا يا بول منكون مثلك ومنستفيد من كل وقت لحتى نقرأ بكلمة الرب. برافو يا بول، أنا بشجعك وبدي إياك هلأ تختار رقم من 1 لـ20. 4. 4 اختاروه، بدي إياك تنقي رقم لونه أزرق أو أبيض. 3. 3. وأنا حأسألك السؤال يا بول. السؤال بيقول. نعم. أنا حأسألك السؤال. السؤال بيقول هل كان الكهنة يخططون للقبض على يسوع قبل الفصح بيومين؟ صح يا ما غلط؟ وبلش وقتك. فيك ترجع تعيد السؤال؟ أكيد. السؤال بيقول هل كان الكهنة يخططون للقبض على يسوع قبل الفصح بيومين؟ يعني الكهنة كانوا مقررين إنه هن ياخدوه ليسوع قبل الفصح بيومين؟ صح يا ملا؟ نعم. ويا بول أكيد جوابك جواب صحيح واسمك نزل معنا بالبوكال كمان لآخر الحلقة، خليك عم بتتابعنا. لكن قلنا يا إلي إنه يهوذا كان عم بيسرق من هيدا الصندوق، فهيدا الشيء اللي خلاه ليهوذا ينزعج من يلي عملته مريم مش مزبوط، هو كان مهتم بالفقرة وبالمصاري. فإذا الشيء اللي قاله ما كان اهتماما بالفقرة، وعم بيقول يا ريت بعنا هيدا الطيب يلي هو بيساوي 300 دينار أجرة عامل على سنة ونطعمي فيه كل شخص فقير ومحتاج، لا كان عم بيقول هيك لأنه كان بحب المصاري. والدليل على هيدا الشيء يا كارن إنه هو اللي أسلم الرب يسوع وقبض 30 من الفضة مقابل إنه هو يسلم الرب يسوع لحتى يروح للصلب. قصدك وقتها أسلموا ليسوع، يعني وقتها هو مثل قال للكهنة وين موجود يسوع، وإجوا الكهنة لعند يسوع وأخذوه كرمال يصلبوه. 100% يا كارن، فهيدا الشيء اللي صار. اوكي، ومنشوف انه يسوع كان تردد فعله على الشيء اللي قاله يهوذا، قال لهم انه اتركوه لانه يلي عملته كان صح. قال له ليهوذا انه الفقرة معكم بكل وقت بس انا ماني موجود معكم بكل وقت. قد ايه حلو يا كارن لما اذا بدنا نطبقها هلا على حياتنا نقدر نستفيد. انت قلتي ماني موجود معكم بكل وقت، بس هلا اذا ما نطبقها على ايامنا اصدقائنا، الرب يسوع موجود معنا بكل وقت. بس إذا بدنا نطبق هيدي القصة وكيف يعني نسكب الطيب، يعني هي كل فرصة منشوفها قدامنا، هيدي فرصة أنا واثق إنه الرب هو اللي بيعطينا إياها، يعني هو بفرجينا احتياج معين وبيعطينا فرصة لحتى نكون محله ونقوم بهيدا العمل، أوكي؟ فكل مرة الرب يا كارن بيعطينا هيدي الفرصة لازم نستفيد منها، ساعتها بنكون عم نستفيد من الفرصة. أمين يا علي. يعني قصدك فرصة مثلاً هلأ إذا أنا شفت شخص يمكن ماشي على الطريق وكتير عم بتشتي وهو منه لابس منيح 100%، فهيدي فرصة لإلي مثل ما عملت مريم، هي سكبت الطيب عند إجرين يسوع. فمثل ما كان إلي عم بشاركنا، في فرصة قدامي إنه في شخص منه لابس منيح وكتير بردان، فالفرصة تبعي إنه أسكب الطيب هو إنه أعطيه شي يلبسه وهو يتدفى. صحيح. وهلأ معنا اتصال جديد من صديقتنا ليا. ألو ألو ليا، عم تسمعيني؟ ألو ألو ألو. هاي ليا. إيه. كيفك اليوم؟ ليا فيك تسمعينا من التليفون بليز مش من التلفزيون، بس هيك لنقدر نحكي معك أكتر؟ اوكي. وبدي اطلب منك يا ليا تعلي صوتك شوي صغير لحتى نسمعك. اوكي يلا. هلا الارقام رح يكونوا قدامك على الشاشه، بدي اياك تختاري رقم من 10 لـ19، الارقام اللي لونهم ازرق او ابيض يا ليا. 19. رقم 19. والسؤال رقم 19 يا ليا بيقول هل سمع الشعب الصوت الذي تكلم من السماء؟ يعني لما الله تكلم مع يسوع وقال له مجدت وأمجد أيضا، سمعوا كل الناس هذا الصوت نعم أم كلا؟ وبلش وقتك. كلا.
يا ليا كان صوت كتير عالي وكان صوت كتير قوي، والله قال هيدا الصوت مش كرمال يسوع، قاله كرمال الناس. نعم فأكيد هن سمعوا هيدا الصوت لحتى يكون الشهادة. وجوابك يا ليا جواب صح، واسمك نزل بالبوكال لآخر الحلقة. بتعرف يا ليا هلا عم فكر انه نحن ليه الفرصة بالنسبة لنا هي انه اذا شفنا شخص بردان نعطيه شيء يلبسه ليتدفى؟ لأنه هون لازم تتذكري يا كارن لما كنا عم نقرأ بإنجيل متى، وقال الرب يسوع أنه لما شفتوا حدا جوعان أو عطشان أو عريان وكسوتوه بتكونوا كأنه عملتوا هالشي معي أنا. أمين يا ألي، هيدا الآية كتير حلوة وأكيد حنحكي أكتر عنها، بس لازم ناخد هيدا الاتصال. ألو؟ ألو؟ هاي صبحي. هاي كيفك؟ منيح. صبحي قد عمرك؟ عمري 10 سنين. 10 سنين، أوكي. وحاضر للفرصة يلي حتاخدوها قريبا من المدرسة؟ نعم. حاضر للفرصة يلي حتاخدوها قريبا من المدرسة؟ ايه. اوكي، وهيك انبسط فيها كتير يا صبحي. اوكي. طيب انت حاضر هلا انك تختار رقم؟ ايه. اوكي. فادي. اي رقم؟ 18. والسؤال يا صبحي رقم 18 بيقول: قال يسوع: أيها الآب مجد اسمك. فجاء صوت من السماء وقال، بدي هيك تكمل الآية: لن أمجدك، مجدت وأمجد أيضا، مجدت وأمجد لوقا، أو مجدت وأمجد يوحنا. اثنان يعني مجدت وأمجد أيضا. وصبحي أكيد هيدا هو الجواب الصحيح. برافو، اسمك نزل معنا بالبوكال يا صبحي كمان لآخر الحلقة. أنا كتير فرحان يا كارن لأنه بعد في وقت منيح للحلقة وأصدقائنا كلهم عم يتصلوا. صحيح علي، وأنا كتير بفرح لما أصدقائنا يتصلوا فينا ونحكي معهم، وخاصة الأصدقاء يلي يمكن صارنا زمان مش حكيين معهم. صحيح. فإذا من بعد هيدي الأمور كلها يا كارن منشوف إنه الرب يسوع دخل على أورشليم، وهذا الشيء اللي بنعرفه نحن الشعنينة اللي هي ذكرى دخول الرب يسوع لأورشليم. كل الناس كانت عم تحط صعوف النخيل وتيابها حتى على الأرض، بس كل الناس كانت متوقعة أنه الملك إليا. قبل ما تقول شو كانت متوقعة أوكي لازم ناخد اتصال جديد. ألو؟ 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 بونسوار، كيفك يا مهند؟ منيح. عم تسمعني منيح؟ ايه. اوكي مهند، قد ايه عمرك؟ انا عمري 12 سنة، وهيدي أول مرة بتتصل بأبطال الكتاب؟ ايه. نحن كتير فرحنا يا مهند باتصالك، جاهز للسؤال؟ ميرسي. يلا يا مهند، بدي اياك تختار رقم. اوكي، رقم 10. رقم 10 يا مهند. في انا يا لي اسال السؤال لمهند؟ اكيد يا كارن. اوكي، والسؤال رقم 10 بقول: هل بطرس من قال انه يجب ان يكتب عن دهن يسوع بالطيب؟ صح يا ما غلط؟ بلش وقتك يا مهند. غلط. يعني كلا. صحيح يا مهند، جوابك صحيح واسمك كمان رح ينزل بالبوكال. وانا بدي اقول لاصدقائنا انه بعد في يا كارن على الشاشه وراكي اسئله قليله، 5 اسئله، واكيد في وقت لحتى ناخذ هيدي الاتصالات. ناطرينكم اصدقائنا تكونوا اتصالاتكم كتار، بلكي نقدر ناخذ كل الاسئله اليوم. في عنا اتصال كمان جديد. الو؟ الو؟ بونسوار. بونسوار، كيفك؟ منيحه. بس فيك تقولي لي شو اسمك؟ رنا. اوكي، هيدا اول مره بتصلي فينا؟ لا مش اول مره، بس صار لك زمان. من زمان. اوكي لكن يا رنا بدي اقول لك انه نحن اشتقنا لك ومنحب انك تتصلي فينا كل نهار خميس. اوكي، واكيد كنت عم تقرب الكتاب المقدس. ايه اكيد. طيب لكن هلا حاضره انك تختاري رقم؟ ايه. طيب اي رقم حتختاري اليوم؟ بدي اختار رقم 11. ويا رنا السؤال رقم 11 بيقول:
بماذا خرج الشعب ليستقبل يسوع وهو يدخل إلى أورشليم؟ بالحجارة، بصعوف السرو، بصعوف النخيل، أو بصعوف الأرز؟ فكري منيح يا رنا، سؤال سهل وبلش وقتك. احتمال ثلاثة. بصعوف النخيل. صعوف النخيل هو الجواب الصحيح يا رنا. واسمك يا رنا نزل كمان بالبقال مع أسامي أصدقائنا. خليك عم تابعينا لآخر الحلقة. طيب يا أليم، بس بدي أقول شيء قبل ما تكمل فكرتك. أنا دايما بحب أقول لأصدقائنا أنه أنا كتير بفرح لما هنا يجاوبوا على السؤال ويكونوا واثقين من جوابهم، وكمان قبل ما يبلش الوقت. يعني هيدا دليل على قدي أصدقائنا عم بيقروا بالكتاب المقدس. واتصال جديد من صديقنا بيتر. ألو إنجليزي. ألو ألو ألو. هاي بيتر. هاي، كيفك اليوم؟ منيح. بيتر، أنت قريت قصة الرب يسوع لما دخل على أورشليم؟ إيه. أوكي، شو منتعلم لما نشوف أن الرب يسوع يا بيتر دخل وكان جالس على حمار، ما كان فايت بمركبة وأحصنة والناس كلها حواليه عم تعمل له حراسة؟ إيه، كان فايت على حمار. أوكي، نتعلم أنه لازم نحن كمان نكون متواضعين، صح؟ صح. لأ، مثل ما الرب يسوع هيك عمل، نحن عبيده، نحن خليقته، لازم نكون متواضعين أكتر كمان. Thank you يا بيتر. بدي إياك تختار هلأ رقم جديد بعد معنا ثلاث أرقام أو أربعة. 13 14 16 17 17. والسؤال رقم 17 يا بيتر بيقول: قال يسوع الآن نفسي قد، بدك تحط الكلمة المناسبة، طربت، غضبت، حقدت، أو فرحت. وبلش وقتك يا بيتر. فرحت. فكر منيح يا بيتر، لأنه أنا رح جرب ذكرك وين قال الرب يسوع هيدي الآية. قال هيدي الآية لما عرف أنه هو قرب كتير الوقت لحتى يروح على الصلب، لحتى يمسكوه، لحتى ياخدوه ويجلدوه ويصلبوه. فشو صار فيه للرب يسوع؟ كيف فكر وشو كان؟ اضطربت. اضطربت، إذا بدنا نشرحها للكلمة يا كارل، يعني انزعجت، أوكي؟ لأنه هيدا الشيء أكيد ما كان سهل، وأكيد خلينا نحط اسمه لبيتر، اسمه كبيتر نزل بالبقال. وبما أنه مرقت هيدي الآية، بحب أصدقائنا شارك معكم هيدي الآية بعدد 27 من إنجيل يوحنا، إصحاح 12، بتقول: الآن نفسي قد اضطربت، وماذا أقول؟ أيها الآب نجني من هذه الساعة. في كثير أوقات منقول معقول الرب يسوع قال أنه ما بدي يروح على الصلب، بس بتكمل الآية وبتقول: ولكن لأجل هذا أتيت إلى هذه الساعة. يعني كان عم بقول الرب يسوع كأنه سؤال عم يستنكر فيه هذا الشيء، أنه معقول قول نجني من هذا الساعة، من هذه الساعة؟ أكيد لا، أنا جيت كرمال انصلب، كرمال افدى الناس كلها وخلص الناس كلها وأحمل عنا كل خطاياها. أمين يا ألي. وهلأ معنا اتصال جديد. ألو؟ ألو. هاي ريتا. هاي، كيفك؟ منيحة ريتا. بس في أطلب منك بس تعلي صوتك شوي. أوكي. أوكي يا ريتا، اليوم نحن عم نحكي عن من الإنجيل يوحنا من الإصحاح رقم 12، عن سكب الطيب وعن لما يسوع دخل على أورشليم. في شيء هيك بتحبي تشاركينا اياه؟ يمكن عن شو منتعلم وقت يسوع فات على اورشليم؟ ويعني انا كنت بتوقع يمكن يفوت بمركبه ويكونوا كل العالم لحقينه، بس هو فات بشكل انه كان على الحمار. ففي شيء هيك بتتعلميه من هيدا القصه؟ بنتعلم لازم نكون متواضعين. لو كنا انه نحن ابن حدا كثير العالم بيحبوه، بس ما لازم نشوف بحالنا. صح، كثير حلو يا ريتا كيف طبقتيها على حالك وعلى حالنا، كيف معقول نحن نعيش ونفكر بهيدي الشغله بحياتنا. بشكرك كثير على هيدي المشاركه. بدي اياكي هلا تختاري رقم بعد معك ثلاث اسئله، ثلاث ارقام تقدري تختاري من بيناتهم يا ريتا. خلينا نشوف الارقام على الشاشه. 13 14 او 16 14. والسؤال يا ريتا رقم 14 بيقول: هل كان الكهنة يخططون لقتل لعازر أيضا؟ هل كانوا عم بيخططوا ليقتلوا لعازر؟ نعم أم كلا؟ وبلش وقتك. شو
شو رأيك يا ريتا؟ نعم. واتصالك وجوابك يا ريتا جواب صحيح، واسمك نزل بالبوكال لآخر الحلقة. بعد عنا يا آلية رقمين، سؤالين 13 و16، وبعد في وقت قليل أصدقائنا بتلحقوا تقدروا تتصلوا فينا لحتى ناخد هيدول الاتصالات لحتى نسألكم الأسئلة. طيب لكن كنا عم نحكي عن الشعنينة، معنا اتصال. ألو. ألو مساء الخير. هاي، مين عم يحكينا؟ يوسف. كيفك؟ منيح. يوسف بدي روح أنا وياك بسرعة على السؤال، عندك رقمين تختار بيناتهم. وحروح أنا كمان يا علي معكم. 13 أو يوسف أو 16؟ 16. والسؤال 16. يوسف بدي اسالك شو عائلتك؟ جيد. ما سمعت. يوسف جيد. اوكي. والسؤال بيقول قال يسوع ان كان احد يخدمني فليدافع عني، صح يا ما غلط؟ كلا. لأن الرب يسوع قال إن كان أحد يخدمني يكرمه الآب. ويوسف جوابك جواب صحيح، واسمك أكيد نزل بالبوكال لآخر الحلقة. لكن يا إلي يسوع لما فات على حمار مثل ما كنا عم نقول، ما فات بمركبة وما فات يعني مثل عملوا له موكب كتير كبير، بالعكس فات بكل تواضع، والعالم كله كانت مستقبلته وكانوا عم بيقولوا جملة عن جد كتير حلوة. تتذكر شو هي؟ اللي هي كمان ترنيمة أنا كتير 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 بحبه. كانوا عم بيقولوا أصنى مبارك الآتي باسم الرب، وأصنى تعني خلص يا رب. أوكي يا ابن داود. فكانوا الناس ناطرين خلاص شعبهم، ناطرين خلاص هيدي الأمة كلها، مش هناك كانوا عم يصرخوا هيدا الشيء يا كارن. أنا بدي أقول لأصدقائنا أنه أخذنا كل الاتصالات لليوم، بقي سؤال واحد ما بأثر، وهلأ إجا الوقت يا كارن لحتى نشوف مين الفايز أو الفايزة معنا بالجائزة الأسبوعية، وأنا بدي إياك أنت تسحبي الاسم. أوكي، يعني كنت عم فكر أنه قلك أنت، بس بما أنه هيك أنت سبقتني فخلص أنا رح أخلطهم كتير منيح، لأنه اللي فيه 19 اسم هون يا إلي بختار هلأ. يلا. أوكي، هيدا الاسم هالورد. طب خليني أسألك أنه تحذر من وين؟ لأنه اليوم معظم الاتصالات كانت من لبنان، أنا بقول من لبنان. شفتوا أصدقائنا هالمرة قليل ما حذر. والرابحة معنا اليوم هي من مصر، صديقتنا ماريا من مصر. ألف مبروك لإلك الجائزة الأسبوعية يا ماريا، خلينا نشوف شو ربحت معنا. مبروك لبطل جديد من أبطال الكتاب، والهدية هي MP3 بلاير. مبروك يا ماريا، وهيدي الهدية كتير حلوة، لأنه على هيدي MP3 فينا ننزل ترانيم وين ما تروحي، حتى إذا أنت كنت قاعدة بالسيارة أو قاعدة لحالك فيك تكون عم تسمعي ترانيم كل الوقت. فأصدقائنا اليوم كنا عم نحكي عن سكب الطيب على قدمي يسوع يلي عملتها مريم، وتانياً لدخول الرب يسوع إلى أورشليم. الأسبوع الجاي رح نكون عم نحكي لما أمسكوا الرب يسوع، لما أخدوه صلبوه جلدوه قبل، وكانوا كمان عم يستجوبوه، كان بيلاطس أو هيرودس. فكل هالأشياء والأحداث يا كارن أحداث كتير حلوة، أحداث كبيرة منلاقيها بمعظم الإنجيل أصدقائنا بأواخر الإنجيل، يعني بآخر 3 أو 4 أصحاب. فنحن ما رح نعطيكم قراءة محددة لأنه الأحداث كتيرة، صح؟ صح. مش هيك نحن منعرف إنكم على طول تقروا بالكتاب المقدس، بس لأنه الأحداث كتيرة ما بدنا نعطيكم قراءات طويلة، فأنتوا قروا عن صلب الرب يسوع وعن قيامته أكيد، وكونوا جاهزين لحلقتنا أسبوع الجاي. لكن يا إلي حلقتنا كمان حتكون حماسية مثل حلقة اليوم، لأنه رح نكون عم نسأل أسئلة، وأكيد الأسئلة رح يكونوا هينين. فمش هيك أصدقائنا كونوا عم تقروا كتير منيح بالكتاب المقدس، ما تعتلوا هم، حتى لو السؤال كان شوي صعب نحن حنكون عم نساعدكم مثل العادة. ويا كارن أنا بحب على طول، وأكتر شي بحبه بالحلقة لما أصدقائنا يتصلوا فينا ويخبرونا هن شو تعلموا من القصة أو القراءة يلي عم يقروها. فأصدقائنا أنا كتير بفرح إذا أسبوع الجاي لما تتصلوا فينا تقولوا لي يا إلي ويا كارن بدنا نخبركم نحن شو تعلمنا. فأسبوع الجاي حلقة مميزة كتير ناطرينكم فيها، بنشوفكم أسبوع الجاي. Bye! Bye.